بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم القائد احمد الكتتني، قائد مرحله الاشبال بجمعيه فتيان الكشافه المركزيه المصريه فرع بورسعيد. النهارده هتكلم معاكم عن الانشطه اللي احنا بنمارسها داخل الحركه الكشفيه. مش معنى ان هي اسمها حركه كشفيه يعني احنا بنمارس كشافه بس، لا، احنا في الحركه الكشفيه بنشتغل على حاجات تانية كتير جوه شخصية الأولاد أو بتنمية المهارات عامة بصفة عامة، وكمان تنمية جوانب الشخصية الخمسة. احنا طبعا كمان عندنا مهارات بتشتغل على غير طبعا المهارات الكشفية، فاحنا عندنا جانب صحي وبدني، ده طبعا بيكون مسؤول عن الرياضة بصفة عامة والألعاب بصفة خاصة، ان احنا عن طريق بعض الألعاب الصغيرة اللي احنا بنخلي الولاد عندنا يمارسوها، فهم ده بيعمل لهم عملية يعني تنمية في القدرات البدنية. عندنا كمان الجانب الصحي، ده طبعا من الحاجات المهمة جدا اللي بتخلي الولد يعرف ايه هي العادات والسلوكيات الصحية السليمة، وان هو يتعود ان هو يتبعها ويمشي عليها. في عندنا كمان الجانب الثقافي عن طريق المسابقات الثقافية والألعاب والحاجات اللي احنا بنشتغلها مع الولاد او الأنشطة اللي احنا بنعملها مع الولاد، بتخليهم ان هم كمان يعني بنوسع مداركهم ويبقى عندهم معلومات عامة ومعلومات ثقافية، ودي حاجة مهمة جدا. عندنا كمان الجانب طبعا المهم والأساسي، وهو الجانب الروحي او الجانب الديني، وده يعني بيعرف الولد او بينمي يعني الانتماء، وان هو يعرف دينه كويس ويعرف القيم ويعرف العادات اللي دينه يعني بيحس ان هو يعملها ويمارسها، فده طبعا حاجة مهمة جدا. ده يعني جزء من حاجات تانية كتير. عندنا بقى طبعا طهي خلوي، وده بيعلم الولد ازاي يعتمد على نفسه، ازاي يعمل اكله بنفسه. عندنا الرحلات الخلوية دي مثلا ممكن تخلي الولد ان هو يعتمد على نفسه، لو طلع في مكان خلاء ان هو ازاي يقدر يعمل مأوى. طبعا زي ما انتم شايفين كده، احنا النهاردة عندنا مخيم اعاشة بنشتغل مع الولاد ازاي ان هم يعملوا المأوى بتاعهم زي ما انتم شايفين كده. طبعا كده كل ولد عامل المأوى بتاعه، حاطط فيه ادواته وحاطط فيه اكله وحاطط فيه كل حاجه. طبعا احنا مش جايبين خيام جاهزه، ده هم كل واحد عامل المأوى بتاعه بالملايات بتاعته. طبعا كمان من ضمن الحاجات المهمه جدا، انت يعني احنا بنعلمه ان هو يصنع كل حاجه هو محتاجها بالحبل والعصايه بس. يعني احنا لو جينا بصينا كده، هو الملايه واقفه على خشب وحبل. الملايه بوظتيها. طبعا الملايات كلها عصاية وحبال مشدودة في الأرض بأوتات خشب مش مدقوق فيها مسمار. ده طبعا كل ولد أو كل بنت عندنا عامل المأوى بتاعه بنفسه زي ما انتوا شايفين كده. طبعا بيشتغلوا ان هم يعني بيعتمد على نفسه بصفة كاملة، ان هو ازاي يعمل المأوى بتاعه، ازاي ان هو يجهز أكله بنفسه ويعتمد على نفسه. طبعا بنعمل بقى أنشطة كتير غير الورش اللي هي الورش التعليمية الخاصة بالكشافة والخاصة بغير الكشافة. احنا مثلا عندنا ممكن يعني احنا شغالين مثلا في ورشة قائد مثلا بيشتغل عقد وربطات، ورشة قائد بيشتغل مثلا البلط او انواع البلط. عندنا مثلا قائد ميسرة شغال ورشة ايه قائد؟ شغال ورشة ايه قائد؟
النيران شغال. قائد ميسره شغال ورشه النيران، ودي مثلا حاجه من المهارات الكشفيه. ماشي، شكرا يا قائد ميسره. عندنا برضو ورش تانيه كتير. في مثلا ورشه، دي ورشه برضو ورشه البلط. قائد بعد اذنك شغال ورشه ايه؟ طب ممكن تورينا البلطة؟ طبعا دي ورشة برضو من ضمن المهارات الكشفية، وهي أنواع البلط مع القائد. شكرا قائد. طبعا في برضو معانا ورش تانية كتير هنبص عليها. طبعا يعني احنا عايزين نقول ان الكشافه مش بس معسكرات، ان الكشافه فيها انشطه كتير غير المعسكرات وغير الحركه الكشفيه. فاحنا بنشتغل يعني على جميع الجوانب اللي بتهتم بالشخصيه. معانا برضو هنا ورشه اقائد. طبعا وهنا برضو ورشه زي كشفي. دي طبعا دي ورشه كشفيه. ندخل بقى مثلا على حاجه بقى ملهاش دعوه بالكشافه، وهي ورشه اعمال يدويه او مكرميه. هنخش كده نشوف. ومعانا هنا القائده شغاله ورشه اعمال يدويه ومكرميه. ممكن تورينا كده قائدة الشغل اللي انت بتشتغليه؟ يعني القائد هنا برضو عامل القائد طبعا بيعلموا الولاد ان هم بيعملوا الاعمال اليدوية دي، ودي طبعا دي من الحاجات اللي ملهاش دعوة بالكشافة. طبعا بصوا طبعا الولاد بيتعلموا برضو، دي حاجة برضو ملهاش دعوة بالكشافة. الولاد بيتعلموا ان هم يعملوها بنفسهم. شكرا يا قائد. وده اللي احنا كنا عايزين نوصله في الفيديو بتاعنا النهاردة، ان الكشافة مش بس معسكرات، لا الكشافة فيها انشطة تانية كتير. وعلى مدار برضو اليوم ان شاء الله هصور لكم انشطة تانية كتير، وهصور لكم جزء من حفلة السمر، وهصور لكم جزء من العاب الرياضية ان شاء الله، ويعني وهنضمها على الفيديو عشان يبقى الفيديو متكامل وتشوفوه كله ان شاء الله. شكرا لكم، يا رب الفيديو يعجبكم، ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير واشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديدة. شكرا لكم.